77 مليار، لان الى اوكي سي بحال قلتي 67 مليار من عند المنخرطين و10 مليار من عند حنا. هاد السيد حبسوا معنا ما نديروا به، حنا عطونا فلوسنا عطونا رزقنا عطونا ديورنا، حبسوا معنا ما نديروا به، انا ماشي مناسبة معاه باش رزقي، انا باغا داري باغا فلوسي، انا ولدي راه كيفاش جاب دوك الفلوس والناس المهاجرين، الناس مساكره تشوفهم راه يبكيو، راه وحده مع الخمسه الصباح كتبكي غاديه في سويسرا كتقول لي انا غادي ندير الميناج وجمعت الفلوس عطيتهم ليه. انا هضرت بحال هكا قلت لهم اسيدي راه فلوسي كاينين عند فلان، قال لك درت بيت الشهر، واش هاد السيد انا كنت مقصر انا وياه في بار باش درت بيت الشهر. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، نتواجد على جد مقربة محكمة ابتدائية بعين السبع في الموضوع لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو. أي مواطن مغربي له الحق في الحياة ويطمح إلى أمور إيجابية بطبيعة الحال، شأنه شيء أي إنسان مغاربة الهدف ديالهم الأسمى والأرقى في الموضوع هو البحث عن قبر الحياة، سكن فئة من الناس عدد كبير في المغرب وخارج المغرب هذا الهدف ديالهم يتبخر شيئا ما. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع معايا الضحايا ديال أتلانتيك بيتش اللي الهدف ديالهم سكن حوالي اكثر من 1000 ديال الناس اللي انخرطوا في هذا المشروع، وفي الاخير ملف في معتقلين في اشكاليات كبرى اكثر من 77 مليار اللي مشات لهاد الناس. كيفاش تبعوا معايا اختي الا كان ممكن تعاودي معايا القصه ديال هذا ديال هذا المشكل ديال هذا العقار نواحي المحمديه، كيفاش بدا، كيفاش شفتوا هذا البروجي نتوما هذا المشروع، كيفاش دخلتوا باش تشاركوا فيه بطبيعه الحال، كيفاش كيشوف المآل ديالكم دابا وقفات احتجاجيه فلوسكم مشات والميف بيد القضاء من الاول. سيدي حنايا النهار الاول ما عرفناش بان وداديه بعدا، يعني الناس شرات من 2012، انا شخصيا شريت من 2012، كاين اللي شرا في 2013، يعني دابا 10 سنين باش ما عرفناهاش وداديه، لان ما كان لا قانون اساسي لا قانون داخلي. ملي كتمشي تشري كيبيع لك بالمتر كاري، ماشي زعما شي حاجه اللي كتدفع دفعه وتا كيعاودوا يديروا جمع عام، ولا ما كفاوش الفلوس الناس كتزيد، لا داكشي عندك البرطما ديالك، ما كاين لا لوتري لا حتى حاجه، يعني كاع داكشي اللي كيكون في الوداديه ما كانش، الشروط باش تكون وداديه ما متوفراش. كتمشي عندهم دايرين واحد لو بودجي اللي دايرين في هادشي ديال الاشهار، وهذا بودجي خيالي مليار و800، يعني وداديه ما يمكن ليهاش دير دوك لي زافيش بحال اللي هما كانوا دايرين، سيتي تري بروفيسيونيل، يعني كتعامل مع مقاول ما كتعاملش مع وداديه، هذه اول حاجه. ما عليناش دوك الناس، كنتكلم على نفسي 50 مليون، كاين اللي دافع 60، كاين اللي الاغلبيه دافعه 100%، يعني هو هذا السيد هذا راه ما بقى كيتسال المنخرطين حتى حاجه، شي حاجه قليله ديال الميتراج ولا هذا، اللي اصلا ذاك الميتراج يعني خاصنا بعدا يخرج الطوبوغراف ونشوفوا واش نيت كاين الميتراج ولا غير تا هذا نصب، فهمتي؟ هاد الملاحظات الاوليه اللي شفتي انت عرفتيها مؤخرا ولا عرفتيها في الاول؟ هادشي ما عرف في الاول، الواحد كيمشي غيشري دويره فهمتي، كيشوف الموقع كيشوف لا ماكيت 3D داكشي عجبو، كيختار البارطما ديالو على لي بيسين على البحر هكذا، كيبان لك الثمن مناسب بالنسبه لك نتايا، كتكل على الله ما كتدخلش في هاد، يعني انت كتعامل مع مقاول، حنا ما عرفناش وداديه. كنت عندك انت معلومه كتعرفي اشنو هي وداديه ولا لا؟ عندي حتى معلومه على الوداديه، وهو ما عمره ما تعامل معنا على اساس اننا منخرطين، لان الوداديه عندها الشروط ديالها كيما قلت لك، يعني كاين شروط الانخراط، كاين خاصو يعطيك قانون، فهمتي هذاك الشيء حنا وهذاك القانون نهار قريناه عرفنا بان كانت عنده نيه النصب من الديبار، لان قانون كي كنقولوا يعني ظالم بحق المنخرطين اللي دوا اكسكلو، اللي فهمتيني، يعني ما في الاول انت كتعامل مع مقاول كتدفع هذاك الشيء يا باغ فيرمون بانكير يا دي شيك يا هذا، يعني داك الشيء تري بروفيسيونيل، ما كان جمع عام، ما كانوا دي رابور كيتعطاو ديال سميتو او برانسيب وداديه، راه الشان ديال جميع المنخرطين خاصو يدير جمعه عامه، هما كانوا دايرين ما بغاو، هما كانوا كيسيروا، حنا ما كتسنى تليفرا والصلاه على النبي، هذا الشيء اللي كاين. واخا الراي العام باش يستوعب، انا هنا انتم دخلتوا عطيتوا فلوسكم، من بعد كتكتشفوا امور اخرى، كيفاش بدات عندكم العلامات انه هذا الاطار القانوني ليس على ما يرام؟ كيفاش كتشفت؟ كان خاصو يليفرينا في 2015، وحنايا في 2015 كيبان لينا المشروع باقي بعيد،
واللي زاد تبت بان كانت النيه ديال النصب وبان ذاك المشروع ما عمره ما غيكمل، ان الانسان هاد 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 الورادي مطلع الحيوط داير لي غوزيف وما مدوش الفيغدي وما مدوش لاسينيسوا. واش كاين شي واحد كيبني كيطلع الحيوط وما كيدوش سميتو؟ حتى سميتو عاد غتولي الظرف الساس، هادي ما كايناش. راه كاين اول حاجه غتبدا بها هي الوضع الحار، هي فهمتيني ولا لا؟ يعني تما عرفنا بان راه ما شحال عدد الناس اللي انخرطوا في هادشي؟ 1200، اكثر من 1200 مرخاه. الاموال ديالهم تقريبا شحال؟ قلت لك 60 مليون 60 الواحد. يعني جلوبال بالجمع العام، يعني الجمع جلوبال بالكريدي اللي هز يعني هو 77 مليار، لان الى اونكيسي بحال قلتي 67 مليار من عند المنخرطين و10 المليار من عند القرض الفلاح. وهنا كاين اللي استفاد في الارض الثانيه، كاين اللي استفاد هنا ولا حتى واحد ما استفاد؟ حتى واحد ما استفاد وحتى واحد ما غيستافد، والمشروع ما بقاش ديالنا، المشروع ولا في يد البنكه، يعني البنكه واخده حكم نهائي، لا البنكه الاولى ولا البنكه الثانيه. يعني خدم من عندكم نتوما، خدم من البنكه، خدم من عندنا حنا، خدم من عند وما عندوش الحق ياخذ، لان رحنا باقي داويين فيه. هذه وداديه، يعني كوفو ديغ وداديه، ان الناس كتدفع. الناس علاش مشات اصلا؟ اللي عارفه وداديه ومشى ليها راه غير كيهرب من الكريدي، كيهرب من الربا، يعني فهمتي؟ كان عنده جامع واحد الطرف ديال الفلوس دفعوه وبقى كيدفع كل شهر 2000 درهم ولا كل واحد على حسب الامكانيات ديالو باش يهرب هو من سميتو. هو دهز كريدي على عباد الله اللي دفعها 100%. يعني انا علاش غادي نتحمل واحد الكريدي تجي طرها ليا به الارض ديالي والمشروع ديالي وانا ما انا مخلصك كاش، مخلصك 100%. فين وصل الان الملف في المحكمه؟ اخويا اش غادي نقول لك؟ هو الملف ما 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 الشكايات اللي دارت يعني من الاول ما كانوش جوج الناس اللي خاصهم يكونوا متابعين. هذوك الناس راه تحكم عليهم ابتدائيا وفي الاستئناف اللي هما رئيس الوداديه وامين المال، يعني تحكموا غادي والمحماحي تحكموا بعشر سنين. ودابا داروا النقد، حنا باقي ما عرفناش شنو هو الاسباب ولا شنو هما زعما النقاط اللي ارتكزوا عليها باش مشى الدوسي للنقد، ولكن دابا راه هو الاستئناف. لا دابا هو مشاو للنقد، يعني بحال استأنفوا على الاستئناف، مشاو للنقد الوراديو. ولكن حنا كنا درنا شكايات كثيره، وكانت من بينهم هاد الشكايات علاش حنا اليوم محتجين. جوج شكايات داروا في 2019 اللي متابع فيهم اكثر من 17 واحد، هما شدوا فيهم جوج الناس اللي دابا هي في الحبس بحال هما كبش الفيدا فهاد هاد الليله هادي كامله. الوغ كو حنايا ملي كنا كنتعاملوا مع الوداديه كناش كنتعاملوا مع الورادي ولا مع سميتو، كنا كنتعاملوا مع لي كوميرسيو، كنا كنتعاملوا مع لا ريسبونسابل كوميرسيال اللي كانت تما اللي هي هي ثابته فيها الادانه وباقا كدور. فهمتيني؟ يعني كاين بزاف د الامور اللي ما كتفهمش. هاد التماطل في الشكايات من 2019 يلاه من بعد ما درنا وقفه احتجاجيه هادي جوج الاسابيع عاد باش خداوها بعين الاعتبار، يلاه غادي يبت فيها قاضي التحقيق، يلاه غيبدا فيها التحقيق. يعني ضيعونا في ربع سنين، يعني تقريبا صافي كنا واصلين للتقادم. يعني الان كان عندكم نتوما وقفه احتجاجيه ولابسين هاد الجيلي الصفر اللي كتوجهوا بها رساله رمز النضال، والان استقبلكم السيد وكيل الملك. استقبلنا نائب سيد وكيل الملك. شنو الحوار اللي دار بيناتكم؟ الحوار اللي دار بيناتنا اننا حنايا ما كنفهموش هاد التماطل اللي كاين في الشكايات، وما كنفهموش علاش من الديبار ما استدعاوش وما حققوش مع 17 واحد، وما كنفهموش علاش حنايا كان عندنا ان دوسي تري كومبلي. يعني حنا عارفين المآل ديال دوك الفلوس اللي دفعنا فين مشات، دارت اكثر من دارت 13 شركه وهميه شي بسميت شي فورجي وكذا. حنا بغينا هادوك الناس يتقدموا، هادوك الناس خاصهم. يعني هادشي راه من 2019 البنكه واخده حكم نهائي، الابناك بجوج، المشروع ما بقاش ديالنا ولا المشروع في السيزي. واش فهمتيني؟ يعني حنا الوقت ضدنا، ما عندناش حنا الوقت اللي نبقاو نتسناو. عاد من 2019 حنا من اكثر من 2018 ما مشاتش الامور كما كان خاصها تمشي، وكان حنا ما نضيعوش هاد ربع سنين ساشوكو حنا دافعين فلوسنا من 2012. يعني واش فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ يعني بزاف الاحكام اللي قلتي لي خرجت في صالح المؤسسات البنكيه، واش فيها شي نسبه هي حتى نتوما دخلتوا وليتوا داخلين مع البنكه انكم حتى نتوما كوارثه معاهم في الحق، لان نتوما حطيتوا اموال كثيره، ولا كل شيء في سميه البنكه وانتوما الاموال ديالكم في مهب الريح، ليس ما بقيتوش حتى كتورثوا؟ شوف غادي نقول لك القانون راه باين في هذا الشيء، لان ليبوتيك كاين دي غون، لو بروميي غون سي الدوله، الا كتسال شي ضريبه ولا شي حاجه هي الاولى كتجي تاخذ فلوسها. البنكه لان البنكه دافعه 10 المليار بلوس لي زانتيغي وصلت ل 16 المليار، والبنكه الثانيه واصله ل 5 المليار يعني 20 مليار، والمشروع الاول تقوم عليه 25 24 مليار و600 ولا بحال هكاك، والمشروع الثاني 11 مليار والصرف،
يعني يقول بين المشاريع بجوج غادي يكونوا في هذيك 36 مليار. يعني وكاين لي كريونسي، لان هذا هو القانون، لي كريونسي يعني الناس اللي خدموا في هذا المشروع هذا وما تخلصوش، جايبين تاوما دي فاكتور حاجزين، دايرين حجز تحفظي الوضع ديالكم نتوما في عين الاعتبار. الحجوزات حنا دايرين الحجوزات، وكاين كاع اللي مشى دار استرجاع الاموال وعنده كاع حكم يقدر ينفذ به، ولكن خاص فين هي الفلوس؟ علاش غتنفذ؟ ها هو الحكم عندك، ولكن علاش غتنفذ؟ فين هو الفلوس؟ لان داك الشيء سي باغون كيدوزو، كدوز الدوله كدوز البنك عادي، نشاط شي حاجه كتمشي ديك اللي كيسميوها المحصه ولا ما عرفتش سميتو، كتفرق على الناس الاخرين المنخرطين، لان حنا كيعتبرونا حنا المنخرطين كدي بروبريتير ديال هذا المشروع، الوغ كي ما عمرنا ما تعاملنا على هذا الاساس. اختي شكرا لك، بقي معي الا كان ممكن. مشاهدينا الكرام غادي نشوف احدى من الضحايا كذلك ومتتبعه معايا، مرحبا بك. كيفاش شفتي هذا؟ ايوا اش غنقول لك، هذا الشيء اللي حكات لك السيده راه هو اللي حنايا فيه دائما. حنا راه حنا ضحايا ديال هاد السيد هذا اللي ضحك علينا، شرينا عنده على اساس انه مقاول، وفي الاخر تيقولنا حنا وداديه. الوداديه ما كتبيعش في السماب، الوداديه ما كتهزش كريدي 10 المليار وكتشري به ارض ثانيه وكدير اكبر اكوا بارك، شرى به مشروع ثاني وعاود هذاك المشروع ثاني خدا منه 3 المليار عاوتاني من عند لابي امسيه، خدا القرض الفلاحي وخدا عاود مع اسمي هادو من عند القرض الفلاحي. حنا كنطالبوا بالشكايات ديالنا التفاعل ديال 2019، لان كانوا دايرين لهم تكوين عصابه اجراميه، حيدوها بطلوها وخلاو واحد اللي قدموه من اعوذ بالله مش تراجي من المحكمه هذه الدول بن سليمان، داروه جنحي، ما بقاش ما بقاش جنايات ولا جنحي. مع العلم بقينا حنا في ديك المحكمه، كنمشي وكنجي وكنمشي وكنجي، كل مره الجلسه كتقدم الجلسه كدير كيتحقوا معاه، كيقولوا لي ما عندكش حق دير الاشهار، ما عندكش وداديه ما عندهاش حق دير الاشهار، وداديه ما عندهاش حق تهز كريدي على المنخرطين وداديه. مع العلم ان ملي كتمشيتي عند مشينا عند النوطير ما قالش لينا راه الارض عليها بوطيك، والناس اللي كتمشي للبنك ما كتقولش لهم راه الارض عليها بوطيك، كيعطيوهم الكريدي وتيخليوهم غاديين مساكن فاسميتو في الهويه. علاش الدرب ديال من هذا الشيء؟ وهذا ماشي هذا هو المشروع الاول، هذا راه من من 2007، هو من 2007 في سيدي الحال، وجا البن سليمان الفيلا جرينلاند، هاد الاخت راه شاريه في جرينلاند وجات شرات في المنصوريه عاوتاني معانا، ما عرفاتوش بانه هو اللي البروموتور ديال هاد الوداديه. ومع العلم ان ملي تحكم في ابتدائيه جال استئناف، قالوا لنا خبره هو طلب خبير، ايوا الخبره سيدي كنتسناو الخبره، خبره قالك حق الخبره خرجت لصالحهم ما لصالحهم لا، حق سيرو حتى لو 27 لو 27 ان غدوز الجلسه. نهار حنا خرجنا باش غنتسناو نهار 27، هو شهر نهار واحد في شهر واحد ولا شهر 12 هذيك خرجوا صراح مؤقت. انا نكذب عليك، انا ملي قالوا خرج صراح مؤقت كنغوت والمالك والمالك، لان سيدنا هو اللي غيجيب لي حقي. مع العلم ان انسان مسجون وانت خارجه كتهضري مع الصحافه كتقول في الواجهه كيسولوك كيفاش شريتي وكيفاش درتي، حتى كيقول لك راه خرج، راه لا يعقل. فاش عاود تعتقل عاوتاني؟ هي فاش عاود تعتقل عاوتاني. حنا هاد السيد حبسوا معنا ما نديروا به، حنا عطونا فلوسنا عطونا رزقنا عطونا ديورنا، حبسوا معنا ما نديروا به. انا ماشي مناسبه معاه باش غنمشي للحبس وغادي نبغي يمشي للحبس وغنبغي، انا باغا رزقي، انا باغا داري وباغا فلوسي. انا ولدي راه كيفاش جاب دوك الفلوس؟ والناس المهاجرين الناس مساكره تشوفهم راه يبكيو، راه وحده مع الخمسه الصباح كتبكي غاديه في سويسرا كتقول لي انا غادي ندير الميناج وجمعت الفلوس عطيتهم ليه، على ماشي حرام؟ علاش الشكايات ما كيتفعلوش من 2019؟ انا هضرت بحال هكا قلت لهم سيدي راه فلوسي كاينين عند فلان، قال لك درت بيه التشهير. واش هاد السيد انا كنت مقصر انا وياه في بار باش درت بيه التشهير؟ انا كنت كنهضر على رزقي وكنقول وسيدنا راه فلان عنده رزقي، راه فلان عنده رزقي، راه 60 مليون، راه ماشي جوج دريال ولا 10 دريال ولا 100 دريال ولا، راه هاد الوقت راه 50 درهم ما تبغيش يديها لك بز منك. انا مشيت تعاملت معاك بانك انت مقاول، وقلت لي فمك قلت لي سيري سولي عليا، وكيسولوا الناس فسميتها كيقول لك لا راجل مزيان راجل معقول، ومع العلم ان لقينا راسنا حنايا في الدوامه ما فهمناهاش. الله يفرج عليك يا ربي، شكرا لك اختي، شكرا لك. مشاهدينا الكرام في الموضوع بطبيعه الحال يجب معالجة هذه الأمور بطريقة أخرى، وهو دور الحكومة في هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، الملف بيد القضاء، والقضاء هو صاحب القرار في الأخير بطبيعة الحال، انطلاقا من النيابة العامة وكذلك الاستنتاج التفصيلي ديال السيد
قاضي التحقيق لتبيان الحقيقة أكثر في الموضوع، والقرار في الأخير بيد القضاء الجالس. ولكن الشق الثاني دور الحكومة، نعلم جيدا أنه في القوانين اللي كتخص الموثقين النوطير هناك مجلس إيداع والتدبير لمراقبة أموال الناس، هذا شق قانوني محض، حتى لا يقع المواطن المغربي في المحظور. مشاهدينا الكرام، الإطار القانوني ديال هذا الملف كلشي كيتسال، البنكة كتاخد، هاد الناس ضحايا فيها من المغاربة في الداخل وفي الخارج، الله عز وجل اللي عان كيفاش هما جمعوا هاد الأموال، 60 مليون 70 مليون ليس بالأمر السهل. مشاهدينا الكرام، ما هي آفاق أو منهجية الاشتغال في إطار الحكومة المغربية لحد مثل هاد الظواهر؟ أولا مراقبة الودادية ما لها وما عليها، ثانيا اتباع جميع الشروط القانونية حتى لا يقع المواطن المغربي في النصب على الطريق. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.